انت بتهزر؟ يا ريتو يا ريتو كان هزار يا ست هانم، ده الضحك عليا اسخن من اسماعيل ياسين. بنت حضرتك بعت لي فيلا في شارع الهرم، قالت انها بتاعتها، وهو هبقت باربعة مليون جنيه العربون وسابتني كده. ابوس رجلك يا ست هانم ترجع فلوسي، ده شقه ابويا وورث عيالي. مساء الخير. عشقي هاتين النبي دي فوله واتقسمت نصين. هو في ايه يا ماما؟ الراجل ده بيقول ان شاف اختك عشق. اختك ده هي الخالق الناطق. الموضوع ده بجد ولا انتوا بتشتغلوني؟ يعني ايه بنشتغلك؟ دي ملك اخت عشق التوأم. انت تعرف عشق؟ ايه اللي اعرفها؟ ده انا حافظها صم، ده صوابعها الاربعه معلمين على قفايا. تعرف مكانها فين؟ ما انا لو اعرف مكانها ما كنتش جيت لحضرتك. لا امال انت تعرفها منين وقابلتها ازاي؟ وربنا هي نسخه تلك الاصل. طب انت قابلتها فين؟ عندي في الاجانس وفي اوضتها في الفندق. طب يلا بينا على الفندق. لا ما سابت الفندق وهربت، هربت بعد ما خدت فلوسي بنت الحراميه. احترامات يا هاني. طب انت تعرفها بقالك قد ايه؟ ويخلق ما لا تعلمون. انت متأكدة ان انت مش هي؟ يا استاذ بعد اذنك ركز معايا. ما انا اللي مدهولني ان انا مركز معاكي. طب ممكن توصلنا ليها؟ هو انا هسيبها؟ ده انا هجيبها لك في شوال لحد هنا. لا شوال لا، بعد اذنك يعني ما تمدش ايدك عليها. وفلوسي؟ لو جبتها لي انا هديك فلوسها. ماشي بس المشروطة محطوطة وانا ليه 4 مليون جنيه. هديك اللي انت عاوزه بس المهم تجيبها. خلاص اديني مهلة يومين وانا هجيبها لحد هنا تكوني جهزتي فلوسك، قصدي فلوسي. سلام.